بصي يا نيلي هي دي. تصدقي عندك حق، دي شبه اللي في المجلة بالظبط. يبقى اكيد جواها الفلوس. طب وبعدين؟ مفيش، احنا بكره نطلع لبورسعيد وانت تكلمي لنا سيف عشان يجي يودينا. لا 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 سيف مش هينفع، احنا سحلناه معانا النهارده، وبعدين تقريبا هو قال انه مشغول بكره. طيب خلاص مش مشكله، هكلم الواد هاني يجيب لنا اي حاجه نروح بيها. بقولك ايه، اعملي حسابك هصحيك الصبح بدري. طيب اوكي انا هدخل انام بقى عشان هصحى بدري. جود نايت. انت من اهل يا نيلي؟ اصحي يا نيلي، الواد هاني جاي دلوقتي. يوه بتدي متعبه هتغلبني. بقولك ايه يا حاجه، نيلي صحيت؟ روحي اعملي لي شاي. شاي؟ طب ماشي هعمل لك شاي. نيلي صحيت؟ نيلي بخ بخ، مش عارفه انت جدتنا ليه بقلطتك دي. نيلي اصحي يا نيلي. يلا يا نيلي، الواد هاني زمانه تحت بالعربيه. يا بنتل شفت؟ هربت بنتل وقتي عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها. انا من الاول قلت لك البنت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص، هو احنا لاقيين الفلوس؟ يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في السعر. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده؟ ما انا قايل لك بورسعيد. اه لا مؤاخذه يا باشا، معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف؟ انت متضايق من حاجه؟ اه طبعا متضايق. يعني ايه ننزل من غير شريان؟ على فكره هي لها في الكنز زي مالكي بالظبط. ماشي؟ لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده؟ اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافه. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها، العشوائيه دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجه، تسمع مزيكا؟ اوكي. سيف. نعم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. أنا مبسوطة قوي إن أنا عرفتك بجد. فعلا أنت من الناس الجنتل اللي أنا مبسوطة إنهم في حياتي. أنا اللي مبسوط إن أنا عرفتك، وبعدين أنا ما عملتش حاجة. ده أنت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي إحنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن أشغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن ايه يا حبيبي؟ انت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك؟ مش هنشغل حاجه اهو. عندك اوكسيلري؟ خدي ايه واكس اهي مش زرقاء. بانج بانج انتو ذا روك. I know you want it bang bang all over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you back. You need a bad bird to blow your mind. I came in like a rat. That ice cold Michelle fight for that white coat. Hello from the other side. I must have called a thousand times. Because I'm happy, clap along. If you feel like happy, I'm gonna love ya. 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 I'm a black widow, baby. حامي نفسك شوية.
قاعده تتفطحتي تتفطحتي وتزعفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني، انا متوتر مش هعرف اسوق، اعمل بيك حادثه اخش بيكي في عمود. سوري. مفيش حاجه. تاكلي كيكه؟ اوكي. انا جايب اتنين، واحده ليكي وواحده ليا. انا مش بحب دي عشان مش حلوه. مش حلوه ليه؟ بيبوز كريم كده وانا بحب بالشوكليت. طب ما هي بتبوز الشوكليت. خلاص خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جوه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا، ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي بنكسرها. الله، خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امالتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين واللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا، خد. اتفضل يا باشا. سوري لا مؤاخذه. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كامل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي، اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشبه من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظي من السما والله ان انتوا جيتوا معايا. الله يكرمك الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. جرى ايه يا هاني؟ هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ معرفه منين؟ انا اول مره اشوف. امال شايفاك العشا واكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له اكني اعرفه من زمان. وبعدين انت قلقانه من ايه؟ هنشوفه فين ده تاني اصلا؟ وانا يا باشا والله قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجله حصل ايه؟ عمو بتقلقني كده ليه؟ ما انا كنت بحكي لك عادي. وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصيه، خليك في حالك يا باشا. يعني ادينا بنكسر المسافه. الله والله انت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد خد يا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش لحمه بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يطحش عندي، اكيد فطارك برضه. لا لا مفيش مشكله، بجيب انا من اول زران. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك. تقريبا هي دي البوابه.